الفورجي ما ربط على الواي فاي، عشان لو الواي صادفت انه جاب باله يقطع، تقطع الكهرباء، ينقطع، تصير يعني عادي بتصير معي انا هيك قصص، اكيد تعودتوا على اللايف يعني هيك قصص انا بتصير معي يعني سبحان الله. فكل هدول عملتهم ثلاث شغلات، برجع بعيد حطيت التليفون بالشاحن عشان ما يطفى وما اقول شاحني خلص ومضطر انزل. ثاني شيء رابط التليفون على الفور جي مع الواي فاي. ثالث شيء تحت التليفون ما في شيء، في هواء، فما حدا يقول لي في مشكله صوت بيعلق، ما حدا يقول لي لانه انا بلشت شك بتليفوني وبسببكم بدي اروح اشتري التليفون. لساته جديد اصلا التليفون، ليه اروح اشتري واحد ثاني؟ بس عم يكتبوا لي صوت كان سمعكم زين. ايه هيك تمام. موني موني هيرسي في نوم بعد اليوم، ما في نوم إلا جنبك حبيبي. أنا بدي جن ما رح جن، بدي جن. توحشنك صاحبتي لما جيتي زوينة، ربي خليك خول الفنة كان سمعوكم مزيان، يعني خاصكم تسمعوني مزيان، لازم تسمعوني منيح لأنه أنا أقسم بالله عاملة مجهود علشان ما اسمع كلمة بيعلق وما اسمع كلمة الصوت. انا اقسم بالله جبتولي عقد نفسية. والله انت وليت، والله وليت كنفكر بغى نبدل تليفوني. انا دافعة حق التليفون 72 الف ليرة، يعني بما يعادل تقريبا 6000 ليرة، يعني 2000، 60000 ليرة، يعني 2000 دولار، يعني تقريبا 2300 2400 دولار. فاحترموا نفسكم بقى. والله مشتريته قبل الشهرة على فكرة، يعني تعبانة عليهم. انا اصلا من وقت ما انشهرت وانا مفلسة. والله شو هالشهرة هاي، كتير صعبة اقسم بالله، كتير صعبة. اختنقت، ما انا مستفيدين منه شيء غير خناق ومشاكل وجع راس. كل شوي بيطلع لي بالاكسبلور، شو هاد. والمصيبه انه انا دائما بسمع المشاهير اوه هدايا رايحه وهدايا جايه وتليفونات وماركات الا انا سبحان الله انا المشهوره الوحيده اللي مطفره، ما في شيء. انا المشهوره الوحيده اللي عن جد، وهذا الشيء شلون بدي اقنعه للناس، يعني شلون بدي اقنع الناس اللي حوالي بهذا الشيء، ما بعرف، ما حدا عم بيصدقني وانا ما عم بعذب حالي صراحه اقنعه، لانه انا المحلول ما بصدقني الصراحه، يعني ما نظلم حدا هيك. ماما اي والله اقسم بالله انا لو وحده مثلي تيجي تقول لي والله ما بصدقها. انا نظرتي على المشاهير هيك، انا مشهوره اذا عندها 100000 متابع هيك نظرتي عليها، فتخيلوا اللي واصله 700000 مليون. قول هي عندها مطبعه بالبيت تطبع مصاري. مو ضروري. وانا شخص حتى بعد، يعني قبل ما اكون مشهور متابع فوق، هي عندها مطبعة بالبيت، يعني ما بتطبع برا، جايبة مطبعة عندها بالبيت وبتسحب منها مصاري. بعد الشهرة لساتني مقتنعة، رغم انه انا ماني ما صرت هيك، يعني بقول انه انا حظي وحش. ما عندي حظ. ميرسي موني مون، يعني لو قلتي لي كنت جبت بلاستيك هيك حطيتك اياه، فانا بقول هيك يعني.
ولا انا ما عندي حظ، حدا عامل لي عمل مثلا مسحوره، يمكن عم يجوني وحدا عم يسرقني، ما بعرف، بس في شيء غلط عندي انا، بس الباقيين لا عندهم. صدقوني انا مثلي مثلكم هيك بفكر. ميرسي سوسو، ميرسي مريم، ثانك يو شهد. والله حش تضحك، والله اقسم بالله عم بحكي عن جد. تيناش من مدينه، انا كزاويه. تكلمي مغربي؟ والله نفسي اتكلم مغربي بس ما حد حيفهمني، يعني في من كل الدول. لك هي بعتت قلب قطريه، حتفهم مغربي؟ طيب جاوبي. جوج ضحكتيني، جعل ما حد يضحك غيرك. استني اجيب بلاستيك. ماما بلاستيك، هات هات، جيبي ماما، جيبي ميك، جيب كبير ولا صغير؟ جيبي، ما عرفتش، جيبي كبير احتياط، كي رجعني لفوق. ترجي اختيرة، ما حيفهموا، ما حيفهموا مغربي. في ناس ما بتفهم لهجتنا المغربية، وعنا عرب كتير باللايف، فحرام حضرتك تفهمي وهن لا. بس انتي بتفهمي اي لهجة؟ هلا انا اذا بحكي مصري بتفهميني، اذا بحكي سوري بتفهميني، اذا بحكيكي لبناني بتفهميني، اذا بحكيكي سعودي بتفهميني. نحن ما شاء الله بنفهم كل اللهجات، بس لهجتنا صعبة، ما حدا عم يفهمها. ما نكون انانيين بليز، فكر بغيرنا شوي. الأنانية ترى مو حلوة، والله مو حلوة الأنانية على فكرة. شفتي؟ صح، اي صح، مغربية وافتخر بلهجتي، صعبة ما حدا بيقدر يفهمها. مو متعتقد خمام كلمة بلاستيك، ما حدا بيفهمها. شوفي شحال ديال الفلوس ضيعتي لينا دابا، كي طحوها في الأرض، ما حدا بيفهمه، صعبة. يروحوا يتعلموا. ماما ماما بلاستيك بلاستيك. شت شت. يروحوا يتعلموا. اه قلتي لي يروحوا يتعلموا، لبين ما يتعلموا بقى، بس يتعلموا. حبيبتي نحن المغاربة لما بنحكي ما بنفهم على بعض، هن حتى لو تعلموا شو حيستفادوا؟ فين عايشة؟ اسطنبول. كان نفسي اقول لك غير دولة بس اسطنبول مع الاسف. شد شد الله يلي شد شد. تعرفتي شحال من حاجة طاحت في الارض؟ ان شاء الله عن قريب. ماما اسربي، ماما المرة بالدولار نازل. اري بلاستيكة ضايلة خدامي معي وصبتي رش رش. تليفوني مش كيحبسهم ولا كيطيحوا ولا شنو. أنا بلاستيكة. ماما عتق عتق تحفلت. طفيا. ماشي ماشي كوكوطه هذيك اختي، لا في سيل اللي كتغسل الماعن. ما كاينش احترام، ما كاينش تقدير. ماما 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 طفي الماكينه، ما كاينش احترام، ما كاينش تقدير والو. كتسمعوها؟ اه راه كيسمعوها، كيسحبوها كوكوط. طفيها؟ يس. ماما احترمتنيش، ما احترمتني، ما احترمتكم الصراحه. يلا احنا دابا يخرج من المغرب، لابسه علينا الصفر على وجه المتابعين. انا ماشي على وجه بنتك اللي كتعرفيها هذه 28 عام ورا. تسني نجيب الميك، كتسني سيمو تسنى.
طفت الماكينة على وشكم عشانكم، ما طفت عشان بنت اللي صار لها 28 سنة بتعرفوا، انتو ما صار لها بتعرفكم غير قديه 6 شهور ما شاء الله، بتقدر العشرة امي. شو طلعت لي حبوبة هنا، شتو شتو مو مش انا عيني قهوين عيني ما هو انا كنت حابه من نواغ طلعوا ما هو انت شوفينها كيف انا نواغ بعدي لي هين اختي بعد ميرسي. لا انا طبيعيه امي عم تتنمر علي عم تقول لا انتي من البنات اللي بيحطوا عدسات، ولا انتي من البنات اللي بيلزقوا شعر، ولا انتي من البنات اللي بيحطوا بوتوكس وفيلر، ولا انا من البنات شو هي مره واحده اتجرأ اصبغ شعري عملت مصيبه بحالي عقد الدنيا جمعتهم. لا لا راح هلا مو راح يجي فصل الشتاء راح لزق شعر، هلزق شعر ححط اكستنشن. انا اصلا بحب الشعر الطويل، بالشعر الطويل والله شفتوه عن جد مو والله ليش شعري طويل ليش تشوفي شوفي هذاك الماسك اللي كنت استخدمه والله تزوين فراسك غير ما عارفين ايش قيمته. سوسو ميرسي. لا لا غنمشي ندير غندير هذيك اللعيبه اللي كيديروها هنا عرفتوها شويه غير شويه هي اصلا عندي لازم شفتوها ولا عدمها عندي غادي غير نخرجو شويه هكا وندير هذيك اللعبه اللي كيديروا هكا هكا استنى هي صديقه مامبا يا بفتة تتن تتن تن مامبا يا بفتة نامر اشكر iyi canım iyi diye sana yazdım Ankara'dayım ailemin yanında dönünce gideriz beraber ayarlamam lazım. Tamam. Nasılsın? Telefonda konuşalım. Tamam olur aşkım. Mu? Tabii ki de. Bunları biliyorsun artık konuşmayalım live'da. Yok aşkım bir şey konuşmadık ki zaten. Tamam konuşmayalım diye düşünüyorum. Kiyevik akbarik. Tamam inti akbarik. Alhamdulillah indi ahli ya umri. Allah hamdulillah kirli. Mama kim baba? Alhamdulillah kuvvetsin. Mama hon. Aleyküm selam ya umri. Şükran lik. İnti kiyevik ahlik. كله تمام كله تمام ماما هناك كويسه اخي هناك كويس كله كويس سلمي لكلهم جيهان bizim kısmına sıptan arkadaşım gerçekten selamlar dur duymuyor annem seni ah anneciğim otur anne selamlar canım otur. Nasılsın otur anne nasılsınız annen mi Evet. Evet. Nasılsın Devam ne yok? Ablam mıdır? Öyle. Beraber büyüdük aşkım. Küçük evlendim. 16 yaşında evlendim. 17 yaşında Sıdıkay'ı doğurdum. Çok tatlısınız maşallah. Ay canımsın. Senin tatlılığın. Öpüyorum seni. Kolay gelsin. Bitiyorum. Sağ olun. Canım benim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Şifti mama. Evet aşkım annem kızına kız ciddiyim deli misin? Ha? Valla kız. Değil mi gerçekten annen? Etgut ehlifi. Valla. Ben ayı kide aşan zavira mama. Zavca. آمين يا عمري انت كمان كيف داني كله تمام احلى تمام كويس 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 انت لسه دخلتي والله الحمد لله كل شيء تمام بيبي جيت عند اهلك انت اسبوع اسبوعين بكره ممكن ارجع على اسطنبول نكلم يا عمري ايه بس ترجعي لازم نشوف بعدنا ايه تمام لازم
اوكي اوكي عندي. يا عمري انت يلا شو الاخبار؟ اخبارك انت؟ والله الحمد لله كل شيء تمام. في عندي كم وحده حلو شغل براند كده ونكلم نشوف ان شاء الله خير كله نشوف يعني. اوه ان شاء الله نشوفه. هتعملي براند ولا تشتغلي مع براند؟ لا انا عندي براند واشتغل مع براند بس عندي الحين سويت ميتينج في سبرايز حلو. كان عندي براند على بيتش وير يعني على بحر مايو مايو كيني كده. الحين على كوزمتيك اسوي شيء. اذا بدك اعمل لك اعلان بعمل لك ما باخذ كثير 500 دولار. يا عمري انت والله اكثر تستاهلين. ايه بس بعرف بس انا يعمل ب 500 دولار بس عشان انت صديقه انا. حرام عليكي. انا يراعيكي انت بسعر يعطيكي سعر كويس. كل يستعدي سعر. لا والله ما كويس. انا يعطيكي من كده بكثير. انا يا والله كم تاخذي؟ 500 دولار عشان اعلان بس عشان اوه ماي جودنس. يا عمري انت تستاهلين كل شيء حلو والله حبيبتي. عشان كلامي كده يعمل لك ببلاش. احنا يا عمري ببلاش. انت حلوه انت حبيبتي كثير تعرفين هذا الشيء. يا عمري وارسل لك باكيت حلو كذا كبير. اوكي يلا يلا. متى رايحين على بلدك؟ متى رايحين هنا؟ والله انا لو نفس انا لو علي هلا بكون بالمطار رايحه بلدي. والله والله يا عمري لازم نسوي جهان. ها انت هلا يدوس على الجرح وانا يا ليش خلاص ما اقول لك بس لازم نروح مع بعض كمان. يلا نروح. شو رايك نروح؟ يلا نروح. اخطفني. والله شو رايك نسوي كده ضيوف هناك ايفنت؟ شو رايك ما يصير حلو؟ يصير. نقدر نعمل ضيوف في المغرب ايفنت؟ يقدر ايه طبعا ببلاش نحن؟ طبعا بصير. شو رايك؟ طيب كيف؟ إيه نسوي مع شو اسمه مع في سياحة أجنتة نقدر نكلم. طبعا يقبل؟ طبعا. انزل صديقة يلا نلتكي. والله شو ما يصير حلو نروح انت وانا فرح مين نبغوا يعني كلنا كده نسوي كده. أنا هناك زيوف. مين ما بدك جيبي المهم انا انزل في مغرب في مطار بس. ايه ايه طبعا. شو اوكي يا عمري والله نسوي كتير حلو بصير. والله يوافق. انا قليلي في شركة عن جد. ايه ايه طبعا في يعني شركة كده عندي قبل انا رحت طلعت ونروح نسوي. والله كتير حلو بصير بيبي هناك نسوي مثلا. انت عندك معارف كتير وانا ما يعرف. اشكم انا انفلونسر يعني صرت 10 سنة يعني خلينا نعرف يعني. شفتوا الناس انفلونسر كيف؟ شفتوا انا وشفتوا هي؟ شفتوا شو عم بيعملوا؟ مو مشكلة مو مشكلة يا عمري. هي يشتغل انا ما يشتغل مثلا. انا لا صديقة كم عندك في انستغرام؟ لا يا عمري بس انا يعني من قبل انفلونسر. انت لسه صرته هلا كم عندك فولورز؟ 4000 وفوق. والله ما ادري كيف اقول بالعربي. اي 400000 وفوق يعني 400. شفتوا 400000 ضل لها 100000 بس وفي عندها مطبعه بالبيت. شو ضل لازمك 100000 متابع. يلزمك 100000 متابع ويصير عندك مطبع بالبيت. شو ما فهمت؟ مطبع شو؟ مطبع فلوس في البيت. ها على ايش هذا؟ قولي بالتركي. شمدة ممكن يجي. هاي
Evet, dinliyorum seni aşkım. Burayı basan makineler oluyor ya hani. Aa, evet. Tamam şey, okay. Bir tek sana 100 bin takipçi ihtiyacınız var. İhtiyacım var. Tamam, onu alınca kim, kim gelsin? Tamam. Ondan sonra sen kendi elinde parayı basmaya başlayacaksın. Bunu biliyor musun? Biliyorsun. Evet. Bilmiyorum. Ay, bilmiyorum nasıl? Aşkım. Şimdi sen nerede basıyorsun? Dışarıda. Değil mi? Gidiyorsun. Evet. Ha, değil mi? Aynen. Bak, evet. Söylüyorum. Yani evet, evet. Şifti, انت عندك خبره ثانيه وانا عندي خبره ثانيه لازم نكلم. انت يطبع برا بس بعد يصير عندك 100,000 متابع يصير يطبع بالبيت. انا عندي 700,000 لا يطبع برا ولا يطبع بالبيت. لا لا نسوي. نسوي في شيء حلو عندنا نسوي. نكلم ميبي. ما انت تخوفي. تساعد انا يطبع برا؟ معاكي. Nereye gidiyorsan oraya gidiyoruz. Haydi. Yalla. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi. Besme Meysir Beylikdüzü. Allah halik et aliyendi. Ben gelirim. Araba var. Araba çalışıyor. Harika. Tamam. Evet, araba okay. Var. Madem parayı dışarıda basacağız ya hani. Sen onu at yeter. Ben gelirim. Aşkım sen, hemen atacağım. Sen neredeysen ben oradayım. Hiç merak tamam. Etme. Tamam. Ben desin de aşkım. Ama benzini ne yapacağız? Artık onu da bir yere bağlarız. Madem parayı basacağız ya hani öderiz ya. Hadi aynen be. Aynen. Haydi. Ya Umru انت şu تتفكرين على كزو نصيب سيزون 2؟ ما بحضرها. والله ويعني قصات شفتي. ممكن تشوفين بالانستغرام شيء ايه بشوف بيطلع لي فيديوز على شو اسمه على التيك توك على الناس شو بتكتب بس انا بعد الاحداث اللي صارت معي من قبل ما عاد صدق يعني الناس شو بتكتب وشو بتقول ها باحكامها اوقات بيفهموا غلط فما فيني اخذ عليهم نظره من مجرد فيديوهات على التيك توك وعلى الانستغرام ايوه ممكن حضرانه ياسر ثانك يو اه اوكي عرفت الحين بس يعني ما تعرفين ولا واحدة؟ ما عرفتي؟ بعرف زكية وبعرف أمني بعرفهم بشكل شخصي لا ما بعرف ولا واحدة بشكل شخصي لا من نت من تيك توك عفوا ياسر ثانك يو من التيك توك يعني من تيك توك انستغرام مرة مع زكية ايه كيف كان؟ ياسر كيف كان؟ كان حلو انبسطنا تعرفت عليها بس ما عاد رجعنا طلعنا طلعت مرة واحدة اه اوكي اللغات تبعنا شو يا انا مع مين معك والله بنات ما شاء الله كلهم طلعنا لتيك توك كلهم حلوين وما عندهم شيء بس طبعا بالبرنامج شيء ثاني ما ندري يعني طبعا نحن كمان كان عندنا كثير ستريس كثير ليك عشان احكم لازم يكون حضران الحلقات من الاول بس اني من البدايه لا ما بقدر اي يعني عشان ما شفتي وما تتكلمي عنهم عندك حق شو النجم ها باردون سوري ياسر كفو ها دور ها هايده iyi geceler görüşürüz كلهم تنام يلا بنات شباب يلا مع جيهان طلعنا مع جيهان خلينا نحكي ونعطيها شيء حلو يلا يلا سوغار يلا يلا تكبيس يا بناتي شباب يلا 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 من زمان ما طلعنا صح؟ جيهان صار كثير طلعنا مرة واحدة تتذكري؟ ايه قبل ثلاثة اسابيع يمكن اكثر ممكن ايه صار ايه صار والله صار سويت خطوبة؟ ما سويت حفلة خطوبة بس رح ساوي واكيد رح اعزمك يا عمري ان شاء الله الله يسعدكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله والله وتبغين سعادة شيء قولي لي تمام؟ ابغى شيء شو يعني تبغين اساعدك شيء حلب كل ماشي والله
مو بس كتير التليفون. بس 50,000 دولار. لازم يلا يلا يا شباب يا بنات. Fair travel, thank you. تمام. بس تسوون هون يعني مو هناك إلا هنا. هنا خطوبة هنا. إيه؟ هنا المفروض بدنا نعملها بلبنان. إيه عشان الوضوء. إيه أعرف أعرف. الله يحميه. آمين آمين يا عمري. آمين. يا يلا يا بنات يا شباب.